وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قال عليه الصلاة والسلام: قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والأحاديث في هذا كثيرة. فلا يجوز أن يعتدى على أحد في حقه، سواء كان مباشرة أو تسببا. ولذا لو تسبب في إتلاف مال الغير ضمن، وذلك كما لو كان هناك سقاء فيه سمن فحل وكاءه، فترتب على حل هذا الوكاء أن ينسكب ما في هذا السقاء، فإنه يضمن، فهو لم يسكب ما فيه وإنما كان سببا. فالمتسبب كالمباشر. ومن ثم فإن الإنسان لو نذر أن يتصدق بسيارة فلان أو ببيت فلان، فإن هذا النذر لا ينعقد. لما؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم.